hope you're doing well and welcome to my channel. إذا كانت هذه أول مرة لك في القناة وكنتي مهتم باش تحسن من اللغة الإنجليزية ديالك فما تنساش دير سبسكرايب وتفعل الجرس حيت هذه القناة تعاونك بزاف. الفيديو ديال اليوم هو التتمة ديال الجزء الثاني ديال feeling adjectives. في الجزء الأول هضرنا على good feeling adjectives بمعنى الكلمات اللي توصفوا الأحاسيس الإيجابية باللغة الإنجليزية، والجزء الثاني كان هو bad feeling adjectives يعني الكلمات اللي توصفوا الأحاسيس السلبية باللغة الإنجليزية. الفيديو ديال اليوم هو التتمة ديال bad feeling adjectives. إذا كنتم مازال ما شفتوش الجزء الأول والثاني غادي نخلي لكم اللينكس ديالهم في صندوق الوصف باش ملي تسالوا هذا الفيديو تمشيو تشوفوه. The first bad feeling adjective اللي غنشارك معكم اليوم هو ashamed. ashamed هذا الادجكتيف، هذه الكلمه كيقولها الواحد فاش كيكون حشمان من شي حاجه خايبه دارها. Let's give an example. نوضفوا ashamed بجمله. He is ashamed of his bad behavior. هو حشمان من السلوك الخايب ديالو. Next. creepy. creepy هذه الكلمه كتعني مخيف، يعني شي حاجه كتخلع ديك الحاجه creepy. For example دستين حدا شي دار شي مبنى وقال لك يخلع، تقدر تقول this building is creepy، هذا المبنى مخيف. Next. lazy. كلمه lazy كتعني كسول، بالدارجه معجاز، شي واحد ما فيه ما يدير حتى شي حاجه. نوضفوا lazy بجمله. He is too lazy to go out. هو عجز يخرج. Next. annoyed. annoyed كتعني منزعج متضايق. For example you look annoyed, what's going on. كتبان منزعج متضايق، ما عجبكش الحال، شنو واقع. annoyed كتعني منزعج. annoying كتعني مزعج، يعني فاش كنت متضايق انت you are annoyed. فاش تكون شي حاجه كتزعجك ديك الحاجه غتقول عليها annoying. Next. guilty. guilty كتدل على الشعور بالذنب. he is guilty هو كيشعر بالذنب. For example نوضفوا guilty في جمله. don't feel guilty about it, it's not your fault. بمعنى ما تحسش بالذنب على داكشي اللي وقع حيت ماشي الخطا ديالك. lonely. lonely كتعني وحيد. For example he is lonely, he has no friends. هو وحيد ما عندوش اصدقاء. ماشي غير انا اللي غنبقى نوظف الادجكتيف في الجمل، حتى نتوما دو ذا سيم، وظفوا ادجكتيف اللي كنعطيكم في جمل وخليوهم في لي كومونتير. نيكست باد فيلينغ ادجكتيف از disgusted. disgusted كتعني مشمئز، كتشوف شي حاجه مقززه كتحس براسك disgusted مشمئز. نوظفوا دابا disgusted في جمله. the dirty plates in the restaurant disgusted us. بمعنى الطباس المسخين في المطعم خلاونا نحسو بالشمئزاز. next bad feeling adjective is nervous. nervous كتعني متوتر. نوضفوها في جملة. he is nervous about his job interview. هو كيحس بالتوتر ولا هو متوتر بسبب لونتروتيان اللي خصو يدوز على قبل الخدمة. next. nosy. nosy كتعني فضولي، بالدارجة برقاق، شي واحد برقاق نقولو عليه باللغة الإنجليزية nosy. فكرت دابا واحد الايديوم كيقول don't stick your nose where it doesn't belong، بمعنى لا تقحم انفك في اشياء ما كتعنيكش. كلمه ايديوم يلا قلت دابا باي ذا واي كتعني عباره مجازيه ما غاديش تترجم حرفيا ولكن عندها معنى، فحال don't stick your nose where it doesn't belong ما يمكنش نترجموها حرفيا ولكن عندها معنى. already درت 2 videos على idioms. idioms كيف ما قلت لكم عبارات مجازيه اللي الا قلتوهم غادي تبانوا متمكنين من اللغه الانجليزيه. غادي نخلي لكم اللينكس ديال هذوك الفيديوز اللي درت عليهم في صندوق الوصف. دابا نوضفوا كلمه nosy اللي كتعني برقاق في جمله. my neighbor is very nosy, nobody likes to talk to her. بمعنى جارتي فيها تبركيك بزاف، حتى شي واحد ما كيبغي يهضر معاها. next. scared. scared كتعني مخلوع. for example he is scared of snakes. هو كيتخلع من تعابين. next. thirsty. thirsty كتعني عطشان. I'm thirsty. انا في العطش. can I have a glass of water, I'm really thirsty. بمعنى تقدر تعطيني كاس ديال الماء، انا في العطش بزاف. last but not least aggressive. aggressive كتعني عنيف عدواني. for example be careful, this dog is very aggressive. حضي مع هاد الكلب راه عدواني بزاف.
That's it for today. إلى عجبتكم هاد الفيديو وجاكم هاد المحتوى هادف فما تنسوش تدعموه سبسكرايب لايك وتفعلوا الجرس وتشاركوا الفيديو مع صحابكم باش حتى هما يستافدوا. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.